السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا بكم إخواني في ليبيزود 4 ديال لا سيمولوجي ريسبيراتوار. ومن بعد ما شفنا ليبيزود 1 اللي فيها لا تو، ليبيزود 2 اللي فيها ليكسبكتوراسيون، ليبيزود 3 اللي فيها ليموبتيزي، غادي نشوفو دابا لافوميك. لافوميك غادي تقدر تكون كتشبه لكم شوية مع الفوميسمون. الفوميسمون واحد السابتوم اللي ديجا دوينا عليه في لا سيمولوجي ديجيستيف، اي بيان سور داك التشابه ديالهم كاين حتى في الواقع وغادي تعرفوه من خلال هاد لو كور، ولكن ماشي توتالمون، لان الفوميسمون عنده علاقه بالسيستم ديجيستيف ولكن هذا عنده علاقه بالسيستم ريسبيراتوار. ردوا معايا البال، غادي نكتشفوا بعدا اشنا هو لافوميك. لافوميك سي لو روجي بار لا بوش دابارسيون بروتال دين كوليكسيون بيرولونت ايون بينيتري بار لي فراكسيون دون لي فوا ريسبيراتوار. شنو كيعني هادشي؟ هذا كيعني انه تلفظ مفاجئ للقيح اللي هو لو بو اللي غالبا كيجي من الجهاز التنفسي كيخرج عن طريق الفم. قالك سيدي لافوميك كي دانستالاسيون بريتال سكي لا ديستينغ لو ليكسبيكتاراسيون كي لا باري بروغريسيفمون. سيتادير اشنو كيعني ايضا هادشي؟ كيقول لك هاد لافوميك كتجي بشكل مفاجئ يعني دون فاصون بريتال، ولكن العكس ديال ليكسبكتوراسيون اللي كتجي بشكل تدريجي يعني بروغريسيفمون. وهادشي شفناه فاش كنا كنديرو على ليكسبكتوراسيون. داكوغ، ردوا البال معايا، غادي نكملو وغادي تعرفوا بزاف ديال الحويجات. طبعا هاد لافوميك عندها دي كوز اللي بلوز او موان نومبرو موجودين. صافي، ردوا معايا البال. اولهم واهمهم اللي خصكم تعقلوا عليه ما تنساوهش كاع هو لافسي دي بومون. وهكا كتبان لنا في الغاديو دو بومون. ردوا البال داك الغاديو مزيان وعقلوا عليه، الا شفتوا شي حاجه بحال هكاك عرفوا بان هذاك هو لابسي ديال البومون. شنو هو هاد لابسي دو بومون؟ لابسي دو بومون اي اون انفيكسيون نيكروزونت كاركتيريزي بار اون كوليكسيون بيرولونت. شنو كيعني هاد الشيء؟ هذا كيعني انها سي اون انفيكسيون. هاد الانفيكسيون كدير لنا واحد نيكروز. بسبب اش؟ بسبب داك التجمع ديال لو بو. بشكل ثانوي كنجبروا بزاف ديال الاسباب واحد اخرين اللي هما اولا لا بلوريزي بيرولانت. فشنا هي بعدا هاد لا بلوريزي؟ لا بلوريزي بلا ما ندخلو ديك بيرولانت، لان بيرولانت كتدخلنا داك لو بو. فلا بلوريزي هي كديفينا كوم لا بريزونس ديال واحد ليكيد في ليسباس بلورال. ياكو كتعرفوا ليسباس بلورال، داك ليسباس بلورال اللي كتشوفوا دابا في الصوره كيكون فيه سيغتان ليكيد، ولكن هنا ما كيكونش عندنا غير ليكيد، بينما كيكون عندنا واحد ليكيد لي بيرولون سيتادير فيه لو بو. عليها كنسميوها لا بلوريزي بيرولونت. وهاد لا بلوريزي بيرولونت تقدر دير لنا لا فوميك اللي هو الخروج ديال لو بو من الجهاز التنفسي عن طريق الفم. داكوغ، واخا كنظن بانكم عرفتوا شنو كتعني هاد الشيء. هذا دابا غادي نكملوا ونشوفوا السبب الثاني اللي هو لابسي سوفخينيك. شكون هو هاد لابسي سوفخينيك؟ عاوتاني قالك لابسي سوفخينيك سو ديفلوب لو بلو سوفون ابخي ان ايبيزود سيبتيك دان ترابيريتونيال كي ايتي تريتي. شنو هو هادشي؟ ما فهمناش. واخا ركزوا معايا، فخينيك هي كناية على الديافراغم. فاش كتسمع شي حاجة فيها فخينيك تفكر انهم كيدويو على الديافراغم. لابسي سوفخينيك انه كاين واحد لابسي تحدنا تحت الديافراغم كما كتشوفوا في الصورة ديالكم. داكوغ، هذا كيديفلوبا فعالة يعني لو بلو سوفون كيديفلوبا لنا من بعد واحد المرحلة كيدوزها الانسان في واحد لاسيبتيس يعني انترا بيريتونيال. يعني كانت عنده ديجا واحد لانفيكسيون اللي دارت له واحد مثلا شوك سيبتيك، ولا دارت له واحد لاسيبتيس انترا بيريتونيال. فاش كندويو على انترا بيريتونيال كندويو على داخل بيريتوان، وكتعرفوا بان كاين واحد العلاقة وطيدة ما بين البيريتوان و ما نقولوش علاقه ولكن نقولو تجاور. هما متجاورين البيريتوان والديافراغم. فعلى داك لانفيكسيون ولا داك ليبيزود سيبتيك اللي كانت انترا بيريتونيال اللي ديجا مثلا تتخيطا، تقدر دير لنا واحد لابسي سوفخينيك. وهاد لابسي سوفخينيك يقدر بدوره يدير لينا ولا يتسبب لينا في لافوميك. كنظن بان العلاقه جد واضحه والامور باينه. يعطيكم الصحه. السبب الاخير اللي ممكن يسبب لنا لافوميك هو لابسي ايباتيك. وهذا المرض معروف لا يحتاج لشرح ابدا. داكوغ، لابسي ايباتيك، ولكن هذا نادر الحدوث انه يدير لنا ولا يتسبب لنا في لافوميك. كنظن انه البورسنتاج ديالو قليل.
دابا نعطيكم واحد الملاحظه بسيطه قبل ما نساليو لي كوز كاع لي باثولوجي اللي كندويو عليهم في كاع لي زيبيزود ديال لا سيمولوجي، كيما بغا يكون النوع ديالها سواء ديجيستيف سواء ريسبيراتوار كيلكو سوا لو سيستيم، فراه ما تبقاوش تردوا البال بزاف في هاد لي باثولوجي. هاد لي زابسي اللي كندوي لكم عليه دابا وهادشي كامل اللي كنشرح لكم متعلق بدي موديول غادي نشوفوهم ان شاء الله ابري ان شاء الله، اللي هما لي باثولوجي ميديكال اي سيرجيكال. كاع لي زانفيرمي كيعرفوا بانهم كيقراوهم حتى التخوازيام اني، لذا حاولوا انكم ما تردوش البال بزاف لهادشي هذا ولا تحاولوا تحفظوه. ركزوا ليا مزيان غير على التعريف حداته والاسباب اون جينيرال، وما تركزوش على العمق ديالها لانها تقدر تلفكم. هادشي ديما كنعاودو لكم غير الاهميه ديالو. دابا باش نعرفكم على واحد الحاجه، ديجا كما لاحظتوا معنا كاع لي سامبتوم اللي شفنا قبل كيكون عندهم دي فورم وكيكون عندهم اشكال وانواع دي تيب ياكو اي بيان سيغ لا فوميك حتى هي ما خرجتش من الجماعه حتى هي عندها دي فورم، نقدروا نقولوا بانه عندها تخوا ديال لي فورم ولا ديال لي تيب اللي بغيتو تسميهم. اول تيب كيتسمى لا فوميك ماسيف، فهي ال روجيت اون الور دراماتيك الور دان ايفور او دون كانت دو تو لو مالاد روسون اون دولور توراسيك ديشيرونت اي روجيت بار لا بوش دان فلو دو بو او ميليو دو كانت دو تو parfois d'effort de vomissement. Ou hadchi kiqoul lik tout simplement anna had nou hada houa nou al khatir ou li kijib wahed chkel dramatiki ay mufzi' khususan khilal nawbat su'al mutatalia. Ou min lehna kiybda al marid bshu'ur bdak al alam fi sadr ou kiybda blafd intilaqan min al fem dialu tayyar min al qayh yani al pu khilal dik nawbat dial su'al wa khilal al qayh يعني لي فوميسمون. هذا هو الشرح البسيط لهذا النوع. النوع الثاني اللي هو لا فوميك فراكسيوني، وهذا نوع اللي كيعتبر جزيئي ولا جزئي عفوا. الديفينيسيون ديالو كتقول سي لو روجي دو بو بار بتيت كونتيتي دو مانيير ريبيتي، اي ان داك القيح الملفوظ من المريض كيكون بشكل متقطع يعني مره مره وبكميات متوسطه. داكوغ، دابا بقى لنا التيب الاخري ولا لا فورم ولا تخوازيام فورم اللي هي لا فوميك نومولار. هاد لا فوميك نومولار il s'agit de cracha purulente plus ou moins rapproché nombreux étalé arrondi il peut donc passer inaperçu. وهاد النوع هو الاقل من حيث صبيب القيح، يعني الكراشه هي اللي كتكون فيها واحد النسبه ديال القيح وليس العكس، حيث ان هاد الكراشه كتكون متقاربه داكوغ ومدده ومدوره اغوندي. وهذا النوع كيتصف كونه يقضي مر على المريض بشكل غير ملاحظ ان بيرسو. كنظن بان كاع الامور الان واضحه، وان شاء الله بحول الله اللي كنتمنى انكم تكونوا كتفهموا مزيان هاد لي زانفورماسيون، واللي كنتمنى اكثر تكونوا كتعطيوها واحد لا فالور وكتقيدوها عندكم كوم دي ريزومي. هاد لي ريزومي اللي كنتمنى انهم يكونوا بساط وماكسيموم، بحيث انك فاش غتنسى شي انفورماسيون ما ترجعش تعاود الفيديو كامل، غادي ترجع تطلع غير على الريزومي ديالك وغادي تعرف بسرعه وبطريقه بديهيه داكشي كاع اللي دوينا عليه في الفيديو. كنتمنى لك التوفيق في الحياه ديالك الدراسيه وفي الحياه ديالك ايضا اليوميه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.